تستمر معاناة النازحين الفلسطينيين مع تواصل القصف من القوات الإسرائيلية على قطاع غزة. هذا وغابت الأجواء الاحتفالية عن المدن الفلسطينية مع استقبال شهر رمضان. أجواء الحرب والموت ومشاعر الفقد تسيطر على النازحين في غزة عشية شهر رمضان الكريم. احنا اليوم يعني شرفنا على ما يقارب 30,000 شهيد، ولا زلنا كمان العدد بتواصل قاعد. فيا ريت احنا اليوم يعني احكي لك اياها بشغله، انا بتمنى انه احنا نقف عن الشغله هذه. امر الله حق، الموت حق علينا، لكن انا بتمنى انه الشغله هذه تقف، اللي نرجع مش نبني قبور لانه العدد لسه بتواصل، لا احنا بدنا نبني في هالبلد، نرجع نعمر فيها. لا زالت الاوضاع صعبه مع استمرار قصف قوات الاحتلال الاسرائيليه لقطاع غزه التي يجلس سكانها في خيام وسط البرد وعدم توفر الاحتياجات الاساسيه. من حد ما دخلت المساعدات بدأت الدبابة وطائرة الكواد كابتر بتطخ على الناس المتواجدين غادي، الناس اللي رايحة تجيب لقمة عيشها ولقمة أولادها، بدأت تطخ عليهم وأصبح هناك العديد من الشهداء والإصابات. ورغم المعاناة يحاول الأهالي في غزة التمسك بأي بصيص أمل، حيث بدت القليل من السمات الاحتفالية في الخيام استعدادا لاستقبال شهر رمضان. وعلى خلفية الحرب التي تشهدها غزة خفتت الاحتفالات في المدن الفلسطينية. وفي القدس أغلقت نصف محلات بيع الهدايا أبوابها، وخلت الشوارع الضيقة المؤدية إلى المسجد الأقصى من المارة على نحو مخيف، وغابت أضواء الزينة والفوانيس الساطعة التي كانت معتادة كل عام.